لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الأخير من مجالس أعمال الحج المبرور، ثم إنه يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى مجلس متعلق بالأسئلة الخاصة بالحج. أقول وبالله تعالى التوفيق، هنيئا له من كان حجه مبرورا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا له من رزق الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج يهدم ما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويهنيئا له من أتبع الفريضة بالنافلة، إن الله قال: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ربي شاكر لك يا من أتبعت فريضة بنافلة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. المجلس متعلق بأعمال أيام التشريق الثلاث. هذا وبعد أن انتهى يوم النحر بما فيه من أعمال، والشخص مقيم بمنى آنذاك يبيت ليلة التشريق الأولى وهي ليلة 11، وليلة التشريق الثانية وهي ليلة 12 من ذي الحجة، وليلة التشريق الثالثة وهي ليلة 13 من ذي الحجة. إن أراد أن يتأخر عليه أن يبيت أيام ليالي التشريق الثلاثة في منى، ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا باستثناء المغرب والصبح، فلا قصر فيهما كما هو معلوم. يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، يصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، المغرب ثلاثا في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والصبح ركعتين في وقتها. ويحرم صيام أيام التشريق الثلاث، يحرم على الحاج وعلى غير الحاج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فعليه فالذي يصوم الثلاث البيض لن يصوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد وردت روايات فيها أيام التشريق أو يوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام. هذا، وقد فات التنويه على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهذا لأن فيه أكثر الأعمال، في طواف الإفاضة وركن، وفي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والسعي لمن عليه سعي. هذا، وإذا كان الشخص أيام التشريق شرع له أن يرمي الجمرات الثلاث: الصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف، والوسطى وجمرة العقبة، على الترتيب المذكور. يبدأ برمي الجمرة الصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فالتي رماها يوم النحر هي آخر جمرة ترمى. يرمي الجمرة الصغرى من أي اتجاه، ثم بعد أن يرميها يتقدم للأمام قليلا ويجعلها عن يمينه، ويدعو الله مكثرا من الدعاء مطيلا فيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء ويطيل فيه، حتى قال بعض الصحابة: قدر ما تقرأ سورة البقرة. يكثر من الدعاء
ويطيل فيه رافعا يديه متجها إلى القبلة جاعلا الجمرة الصغرى عن يمينه، ثم بعد أن يدعو ربه وقد رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، والنبي حذر من الغلو فرمى بمثل الحصى بمثل الخزف وقال أو الخذف وقال أو الحمصة أكبر قليلا من الحمصة، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى من أي اتجاه شاء، وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى من أي اتجاه شاء يتقدم للأمام قليلا ويجعلها عن يساره ويدعو الله دعاء طويلا طويلا، ثم وبعد يرمي جمرة العقبة الكبرى ولا دعاء بعد جمرة العقبة، لا دعاء بعد جمرة العقبة هذا. وعن وقت هذا الرمي فإنه يبدأ بعد الزوال إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، أي أن الرمي أيام التشريق الثلاثة يبدأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس من منتصف السماء، ولقد كان الصحابة يتحرون ذلك فينظرون إلى السماء، أو يأمر بعضهم بعضا أن ينظر إلى السماء ويقول هل زالت الشمس، ومن ثم يرمي الجمرة. وهذا رأي جماهير العلماء، فالذين يرمون الجمرة قبل الزوال لم يوفق، أعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى أيام التشريق، لم يوفقوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرموا ثوابا عظيما، ثواب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه يتحرى زوال الشمس عن منتصف السماء، ومن ثم يتم الرمي بعد الزوال. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يدعو بعد الجمرة الأولى الصغرى التي قريبة من مسجد الخيف ويبدأ بها، ويتجه إلى الجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات، وبعد ذلك يجعلها عن يساره ويدعو، ويتجه إلى جمرة العقبة. فهناك دعاء إذن بعد رمي الجمرة الصغرى، ودعاء بعد رمي الجمرة الوسطى، ولا دعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا معلوم لدى الحجيج. فإذا فعل ذلك قد قضى عمل ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني عشر يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر من الرمي بعد الزوال، وإن تأخر فعل في اليوم الثالث عشر مثل ما فعل في الثاني عشر وفي الحادي عشر، وإلا فله أن يتعجل، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فله أن يتعجل وله أن يتأخر. أما إذا أراد التعجل ومنع بسبب الزحام، له أن يخرج أيضا لأنه نوى هذا. وإذا رمى جمرة العقبة إنما هي خطوات ويكون قد خرج من منى، لأن جمرة العقبة الكبرى تعتبر على وجه التقريب في نهاية منى من ناحية مكة هذا. ويشرع التكبير أيام منى، كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. كان عمر يكبر في خيمته بمنى، فيكبر أهل منى بتكبيره، يكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى لجة. فهذا التكبير الجماعي، فإذا كبرت فرادا أو كبرت جماعات كل ذلك جائز ولا تثريب عليك،
بل أثر عمر يفيده، أثر عمر يفيد التكبير الجماعي هذا. وللحاج الضعيف الذي لا يستطيع أن يرمي أن يوكل غيره للرمي، وللمرأة التي لا تستطيع أن ترمي لها أن توكل غيرها. أما التسرع في التوكيل فليس وفق السنة. أما حديث جابر المطلق كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، أو نرمي عن الصبيان أو نلبي عن الصبيان ونرمي عن النساء، فحديث في سنده ضعف. إلا أن بمقتضى قال كثير من أهل العلم في حق العجزة، فعليه إن كانت المرأة شابة وتستطيع أن ترمي دون إضرار بها ألزمت بأن ترمي، أما إذا كانت مريضة أو تخشى على نفسها ضررا محققا فلها أن توكل غيرها في الرمي. وكذلك الضعفة وكذلك الصبيان، فالتوكيل في شأنهم جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويشرع للحاج أيضا أن يضحي غير دم التمتع، وقد دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحمان فقلنا ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وفي رواية ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم البقر، لكن الروايات يمكن الجمع بينها لأن هذا كله كان في أيام الحج. هذا وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، جاز من ثم لمن لم يذبح دم التمتع يوم النحر جاز له أن يذبحه في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، وينتهي الذبح في اليوم الثالث عشر، قيل بغروب الشمس وقيل بعد العصر، والأظهر أنه ينتهي بغروب الشمس لأن اليوم أمده إلى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا. ومن أراد التعجل في الحج رمى جمار يوم الثاني عشر ثم انصرف وخرج من مكة، وخرج من منى، ويشرع له أن يصلي الظهر بمكة، وإن بقي في مكة أياما فلا جناح عليه، يبقى كيف يشاء، ولكن إذا أراد أن يغادرها فعليه أن يطوف طواف الوداع. هذا ما يتعلق بأيام التشريق الثلاث. ونوه على أن كثيرا من الحملات، حملات الحج في عدد كبير من الدول ينصرف أهلها في ليلة الثاني عشر، لا يبقون حتى للفجر، فترى الخيام قد قوضت ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل، فيسوغون لأنفسهم، ويفتيهم بعض المفتين بما لا برهان عليه بأن يرموا الجمرة الساعة الثانية عشر ليلا، ليلة الثاني عشر، فلا يطلع عليهم الفجر إلا وقد انصرفوا إلى مكة. فهؤلاء لم يتعجلوا في يومين ولم يتأخروا إلى ثلاث. والتحرير أن من فعل ذلك أن عليه دم، أنه لم يبت بمنى ليلة التشريق ليلة الثاني عشر، وهذا واجب على المستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك واجبا فلينسك نسيك. هذا قول عبد الله بن عباس، وبمقتضى عمل الجمهور، وسبب عملهم أن ترك الواجب آثم، فكيف نكفر عن هذا الإثم؟ يرى ابن عباس وتبعه الجمهور أنه يكفر عن هذا الإثم بذبيحة تذبح نسيك تنسك. وألفت النظر إلى أمر، ألا وهو أن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فعليه الذي معه مثلا 300 ريال يستطيع أن يشتري بها هديا، لكن علماء المملكة هنالك يفتون
بأنه يشترط في دم التمتع ما يشترط في الأضحية، فعليه 300 ريال قد لا تكفيك لشراء الذبيحة التي تتوافر فيها شروط الأضحية، فهل تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، أو تذبح ما استيسر؟ الظاهر أنه ولما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أن ما استيسر يفعل، ولا دليل على اشتراط شروط الأضحية في دماء التمتع، والله أعلم. هذا وقد سبق التنويه على أن من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا يستثنى من المنع من الصيام أيام التشريق، فالذي لا يستطيع أن يهدي دما للتمتع له أن يصوم ولو أيام التشريق، فمستثنى من عموم النهي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. الحاج الذي لم يجد دما لتمتعه له أن يصومها. وقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لم توضح الأيام 3 ما هي، ففي الأمر إذن سعى، فمنذ أن تلبست بأعمال الحج إلى أن ينقضي الحج حجك لك أن تصوم هذه الأيام 3، إذ لا دليل ملزم ولا دليل معين لها، والله أعلم. هذا وإذا رجعت من منن إلى مكة، سواء تعجلت يوم 12 خرجت من منن إلى مكة، أو تأخرت إلى اليوم 13 وفعلت فيه ما فعل في 12 و11 ومكثت في مكة، لك أن تمكث في مكة ما شئت. أما إذا أردت الخروج من مكة والذهاب إلى أهلك فعليك أن تطوف طواف الوداع. ففي الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالمرأة الحائض التي لم تكن طافت طواف الوداع، المرأة الحائض التي طافت طواف الإفاضة وحاضت بعد طواف الإفاضة لا تلزم بالانتظار لطواف الوداع، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى حجه دخل على أزواجه، أراد أن يرتب أمر السفر، فقالوا إن صفية قد حاضت يا رسول الله، صفية بنت حيي، فدخل عليها قال عقرى حلقة، وفي بعض الروايات بدون لفظ عقرى حلقة، أحابستنا هي؟ ثم قال ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم، قال فلتنفر إذن. فلذلك المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا يلزمها الانتظار لطواف الوداع، أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ألزمت بالانتظار حتى تطوف طواف الإفاضة. هذا. وللمرأة أن تسعى بدون طهارة، لا من حدث أكبر أو من حدث أصغر، للمرأة أن تسعى وهي حائط، ولها أن تسعى وهي على غير وضوء من ثم. هذا فيما يتعلق بالمرأة، أما الطواف فتمنع منه، والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة لا تأثير لحيضتها على سفرها، أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ألزمت بالانتظار حتى تطوف طواف الإفاضة. هذا عما يتعلق بطواف الوداع، وهو من واجبات الحج، كما أن من واجبات الحج المبيت بمنن، وكما أن من واجبات الحج المبيت بمزدلفة للمستطيع، فكذلك من واجبات الحج طواف الوداع. ومن تركه فجمهور العلماء على أنه يذبح ذبيحة، لحديث ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيكا، وهو موقوف على ابن عباس. هذا عن طواف الوداع، وليكن آخر عهد المرء بالبيت الطواف،
فإذا استراح ساعة ساعتين من وعثاء السفر أو استعدادا للسفر أو لازدحام الطريق فلا بأس بذلك، لكن لا يبيت بمكة بعد طواف الوداع. للحديث: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الشخص طواف الوداع وانصرف قافلا إلى بلده، ثمة أذكار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الرجوع وهي عامة: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أذكار الرجوع من أي سفر وهي معهودة معروفة، وبالله تعالى التوفيق. هذا، وإذا كان ثمة أي سؤال فليطرح. ومعلوم أن الناس إذا احتاجوا إلى أي خطبة يوم النحر أو أيام التشريق أو أيام التشريق الثلاث أو ليالي التشريق الثلاث، خطبهم من هو معهم. قد خطب النبي في عرفات، وخطب يوم النحر، وخطب أيام التشريق عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك سائغ جائز، وبالله تعالى التوفيق. هذا، ومن عنده أي سؤال في الحج وأعماله أو العمرة وأعمالها فليتفضل بطرحه. تفضل. فهذا إذن فصل في الأسئلة المتعلقة بالحج والأجوبة عليها، وأستعين بالله على ذلك. تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام رد لحم الصيد وقال: أما إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. ووردت روايات تفيد أنه قبل لحم الصيد. حمل هذا على أنه لم يكن صيد من أجل رسول الله، إنما إذا صيد من أجل المحرم أو كان المحرم أشار إلى الصائد به لا يؤكل. أما إذا كان لم يصد من أجل المحرم أصلا فهذا وجه الجمع، فله أن يأكل والله أعلم. نعم. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذهاب إليها ليس له أي صلة بالحج. من حج ولم يزرني فقد جفاني موضوع، من زار قبري وجبت له شفاعتي موضوع. فليست المدينة من أعمال الحج في أي شيء، لا في قليل أو في كثير. نعم. من تعجل في يومين، يعني أنه انصرف من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال يوم الثاني عشر، ليس عليه أن يوكل أحدا يرمي عنه ليوم الثالث عشر. نعم، ينصرف ولا شيء عليه. نعم. بعض الحجاج يمكثون في أيام التشريق أو في ليالي التشريق خارج منى، ثم يأتون في الليل بعض الوقت كي يبيتوا فيه كي يتفادون أو كي يتفادوا الدماء. أقول وبالله التوفيق: يسأل عن سبب فعله، إن قال إنني مضطر وليس لي مكان أبيت فيه بمنى والشرطة تطاردني ومسجد الخيف أغلق في وجهي وليس لي أي مكان أبيت فيه في منى، ففي هذه الحال له أن يبيت خارج منى، لا مكان، ماذا يصنع؟ فإذا لم يكن له مكان في منى فكالذي يصلي خارج المسجد مؤتما بإمام المسجد له ثوابه، كالذي يصلي خارج الحرم، خارج المسجد الحرام، خارج المسجد النبوي، لكن مؤتم بإمام المسجد النبوي لعدم وجود سعة،
فكذلك المبيت. الناس الآن لا يجدون مكانا يبيتون فيه بمنى على الإطلاق، فماذا يصنعون إلا فئة قليلة هي التي تجد مكانا، فمن ثم كثير منهم يستأجرون في أماكن قريبة من منى كالعزيزية أو شارع صدقي أو الأماكن القريبة، ويتجهون في الليل إلى منى حتى لا يحرموا سنة المبيت أو لا يحرموا وجوب المبيت عفوا، وبعد ذلك يرجعوا، فلهم عذرون في مثل هذه الحال. نعم. أوجد في سؤالك، كلامك كسر دون تركيز. يعني يمكثون بعض ساعات الليل في منى وينصرفوا للاضطرار، قلنا الاضطرار مسوغ، لكن لو لك مكان في منى تبيت فيه ألزمت بالمبيت فيه إذا كنت مستطيع المبيت. أنت تفهمون، إذا كان الشخص لا يستطيع المبيت بمنى لعدم توفر مكان له أو لخطر عليه من الناحية الأمنية، له أن يبيت بامتدادها في العزية أو نحوها، ولا شيء عليه الاضطرار. لكن لو أن لك مكان تبيت فيه بمنى، ألزمت بالمبيت بمنى، ألزمت بالمبيت بمنى، لأن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب. لكن أخوك سؤاله آخر، يقول هم رفهون شيئا ما فلا يحبون منى، عفوا غيرك يعني، يمكثون أكثر الوقت في مكة في الفندق، ويأتي الأتوبيس يأخذهم بعد العشاء بعض ساعات الليل كفسحة ونزهة في الطريق، يمكثون بعض ساعات الليل في مخيمهم أو في منى وينصرفون ثانية الساعة الواحدة، هكذا يصنعون. فالسنة في أمر المبيت أن يطلع عليك الفجر، أن يطلع عليك الفجر إلا عند الاضطرار أو الحالات الاستثنائية، السنة كذلك. بعض الفقهاء يقولون ما المبيت يعني مكث أكثر الليل، وهذا له وجه أيضا. عموما مسألتك ليس عليكم فيها دم، لكن حرمتم سنة الرسول، حرمتم سنة الرسول. يبيت ساعات من الليل في منى وينصرف بحجة أن الفندق أحسن من المخيم، الفندق فيها دش وحمام هنالك في مكة، والمخيم أنت تعرف أثناء السفر. كان الصحابة أيضا يتركون بيوتهم في مكة أو بأماكن نزولهم في مكة ويذهبون إلى منى، وهذا شيء معروف من عهد رسول الله. والازدحام في منى يختلف عن المبيت، يختلف عن المبيت بمكة من ناحية الراحة، فليس المقصود البحث عن الراحة، المقصود هل لك مكان تبيت فيه وإن تحملت شيئا من الحر وإن تحملت شيئا، أم أنه ليس لك مكان أصلا. فالناس هناك الآن الحجاج غير النظاميين ما لهم مكان يبيتون فيه في منى، وإذا ذهبوا إذا جاء يفترش ممنوع الافتراش، جاء يجلس من الإرهاق والتعب قم الشرطة تطارده باستمرار، فلا يستطيع، عجز، ماذا يصنع؟ فبيجلس في الامتداد. بل وأشد من ذلك، الحجاج النظاميون الآن كثير منهم خاصة الفئة هاء، يعني عندك فئة ألف وباء وجيم ودال، يجدون مكانا في منى في المخيمات النظامية. الفئة هاء وهي نظامية أيضا خارج منى بالمرة في مزدلفة، تبي مخيماتها نصبت في مزدلف، وأفتى أهل العلم هنالك أن امتداد الصفوف يسوغ لهم ذلك. عذرا إذا اشتددت عليك، المسامحة. يا حبيبي لا تكن مدللا هكذا، دورة المية مش حلو، معروف طول حياتنا، أنت جئت في أيام مرفهة الآن. الآن يعني من أصدر بعض المسؤولين قرارا بإنشاء حمامات طيبة حتى في الشوارع، في شوارع منن.
الآن حججنا في أزمنة كنا نشتري زجاجة الماء تصحى بعشرة ريال كي تتوضى بها وتستنجي بها. كان الناس أحيانا يأتون واحد يأتي يسترزق يعني يطلب الرزق يأتي بتليس يعني خيمة صغيرة كذا لها أربع جدران يحفر في وسطها حفرة ويأجر الواحد اللي داخل الحمام بعشرة ريال عشان تدخل. الآن الحمد لله في ساعة كثيرة. ماشي حاضر. أنت وزير ولا عادي مثلنا يعني من طيب خلاص تحمل لما كن وزير وخايف على نفسك من الأنفاس وجبت الكمامات واحتطت بارك الله فيك. نعم نهاية وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة يفترض للمغرب لأن يوم ينتهي بغروب الشمس، لكن فقهاء يمدونه لمنتصف الليل تخفيفا. نعم تفضل. إذا أراد الأب أن يحج عن ابنه الصغير لا مانع، وهو الولد يستطيع التلفظ جعله يتلفظ، ما استطاع التلفظ يلبي عنه. رفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ارتكب محظورا. ماذا يعني؟ ماذا صنع في المحظور؟ يعني مثلا إذا لبسته أمه حفاظات عليه طعام ستة مساكين على وليه. نعم. بالنسبة لمن قبل الزوال صحيح ولكن مخالف السنة ولا لا يصح؟ قبل الزوال لا نستطيع أن نلزمه بدم، لأن من الفقهاء من يلتمس يقول اسمه رمي أيام التشريق واليوم يبدأ من الفجر، لكن أصحاب رسول الله كانوا يتحينون الزوال ويترقبونه ويترقبونه، فلا نستطيع أن نلزمه بدم لكن حرم أجر السنة. يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع وينوي طواف الإفاضة والوداع معا، ولكن أجره بلا ريب أقل من أجر الذي طاف الإفاضة في حينه والوداع في حينه، فليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحدا. نعم. بعض شركات السياحة لا يسمحون للحجيج المسؤولين عنهم بالمبيت المختلف، يسمحون لهم فقط بالجمع بين الصلاتين والتقاط الجمرات. ثم الشركات السياحة على وجه الخصوص السياحة المصرية تفعل ثلاثة أخطاء. لا يعني الأول من الممكن التسامح فيه، لا يذهبون إلى منى يوم التروية بل من الفندق إلى عرفات، فيحرموا ثواب المبيت بمنى ليلة عرفات اليوم والصلوات في منى يوم التروية. ثانيا لا يفرقون بين مستطيع وغير مستطيع في المبيت في مزدلفة، بل الأوتوبيس كله يتحرك ضعيفهم وقويهم، ولا يفعلون في مزدلفة إلا صلاة المغرب والعشاء، والكريم منهم شيئا ما يمكث ساعة أو ساعتين وينصرف الأوتوبيس كله. ثالثا من الأخطاء التي يخطئون فيها أنهم لا يكادون يكونون نهارا متواجدين في منى في أيام التشريق، بل منهم من يتواجد في منى ومنهم من يذهب إلى مكة ويرجع كي يبقى ساعتين ساعة أو ساعتين في منى. الخطر الرابع أنهم ينصرفون، أستطيع أن أقول وبعد النظرة والفحص أن 85% منهم في المئة على الأقل أقل تقدير 80% منهم ينصرفون من منى ليلة الثانية عشر بعد الثانية عشر ليلا. يعني المفترض انك ستبيت للثانية عشر وتنتظر الزوال وترمي وتنصرف، لا الساعة الثانية عشر ليلا ليلة الثانية عشر قبل ان يدخل فجر يوم الثانية عشر يتركون المخيمات ويذهبون لرمي الجمرة الساعة الواحدة او الواحدة والنصف او الثانية عشر والنصف وينصرفون إلى مكة وهذا أشد خطر عليهم في هذا الباب.
هذا أشد خطر عليهم في هذا الباب. نعم. لا 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 ينفرون من عرفة قبل المغرب، الحكومة تمنع أصلا، يعني الشرط واقفة جزاهم الله خيرا يمنعون الناس من الخروج من عرفات قبل غروب الشمس، وهذه من المحاسن. كانوا أولا يصنعون هذا في الرمي، لكن لما حصلت أحداث قتل كثيرة واحتجت الدول وقالت أنتم تمنعون بعض المذاهب من ممارسة مذهبها الفقهي، تركوا مسألة الرمي قبل الزوال. وإلا كان أولا من سنوات قليلة كانت الشرط تمنع تماما من الرمي قبل الزوال، وكانوا يتحينون الزوال، لكن لما كانوا يتحينون الزوال كان الاندفاع شديد جدا بما أودى بحياة المئات من الناس أمام عيوننا. نرى هذا، كان ننتظر يوم 12 كم من الموتى سيموتون اليوم، لأنهم كلهم واقفين على حدود الرمي وكل يريد الانصراف والشرط تمنع. فإذا دخل وقت الظهر أو أذن المؤذن التدافع على آخره، كل يريد أن يرمي وسيف، فتجد صرعى وموتى، فهم تجاوزوا في مسألة الرمي قبل الزوال، لكن ما زالوا يحافظون على منع النفير من عرفات، منع الدفع من عرفات قبل غروب الشمس. لا، هل كل خطأ يعوض بدم؟ قلنا المبيت بمزدلفة للمستطيع، المستطيع هو الذي يفعل. عدم المبيت أيام التشريق إذا كان مستطيعا أن يبيت، اليوم الأخير يعوض بدم. يتحمل يعني يتحمل الحاج اسم الذي يعني اضطر إلى عدم المبيت بمزدلفة لسبب شركات السياحة، المضطر له حكمه الخاص. يعني أحيانا يعني من الأشياء التي لا تعرفها، مثلا أنا أتكلم على الطريقة المثالية التي ذكرت، لكن أحيانا أنت تتحرك من عرفات إلى مزدلفة، يفترض أنك تصل المغرب والعشاء، أحيانا في بعض السنوات لا تصل إلى مزدلفة إلا ثاني يوم الساعة 11 صباح. فهمت كلامي؟ يعني لن تدرك مزدلفة طيلة الليل، غدا 11 صباحا أو 12 صباحا تصل إلى مزدلفة نتيجة تكدس السيارات ونتيجة الزحام. عن أي أتوبيسين فقط يتعطلوا خلاص الدنيا خربت والتكدس ازداد. فالمضطر له أحكامه الخاصة. فأتاه رمي يوم عن عمد أو عن غير عمد، يعني عن عمد يلزمونه بدم، عن غير عمد يرمي نسيانا يرمي جمرة اليوم الثاني الذي فات مع جمرة اليوم الذي تلاه. أنت قرأت أكثر من كتاب في تفسير الحج المفرد، أجد أنهم يقولون ويأتي تفسير الحج المفرد بعمرة بعد الحج، هل الكلام ده صح؟ لا لا لا، يأتي بعمرة بعد الحج هذا لا صلة لها بالحج أبدا، إنما عمل مستقل، عمل مستقل، إلا إذا كانت مثلا كالسيدة عائشة رضي الله عنها وما حصل إلا حج فقط. حتى لو يرجع بحج فقط يعني ممكن يعمل عمرة. هو بيحتال، يعني المحتلون ستجد محتلين لا حصر لهم، واحد يريد أن يرجع من السعودية بحجة وعمرة، لكن يقول إذا اعتمرت وحجت سأكون متمتعا سألزم بدم، فأعمل إيه؟ يقول أنا حج مفرد، يكون ما علي شيء، وبعد ما حج أجب عمرة من التنعيم وكنت تفاديت ماذا؟ تفاديت الدم. أعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كانت في زمانه، كانت في زمان التلبيات الأخرى يلبون بين يدي رسول الله، لبيك حقا حقا، لبيك إلى الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، هو لا ينكر. نعم، تكرر نفس المحظور مثل ماذا؟ مثلا لبس المقيت أكثر من مرة، فهل عليه كفارة واحدة؟ لبس المقيت أكثر من مرة؟ لا، كالذي يقسم أيمانا على فعل شيء، إن كان أقسم الأيمان 100 يمين وبعد ذلك فعل الشيء كفارة واحدة، لكن إذا قال والله ما آكل وأكل كفارة،
وبعدها أقسم ثاني والله لا أكل وأكل كفرة ثانية. غيرك شو؟ نعم. من حج عن غيره بمال الغير ولم يحج عن نفسه. من حج عن غيره بمال الغير بمال الآخر ولم يحج عن نفسه. السنة أو عفوا أرشدتنا إلى أن الشخص يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، لكن هب أنه عاجز عن الحج عن نفسه وشخص أعطاه مالا قال حج عن أبي، هو لا يستطيع أن يحج عن نفسه هو، فلا بأس في هذه الحالة لأنه لا يملك أمر نفسه. نعم. العمرة مستحبة عند الجمهور، أما رواية حج عن أبيك واعتمر فهذا في معرض الإباحة ليس في معرض الإيجاب. وكذلك ما ورد إني وجدت العمرة والحج مكتوبتان علي، قال هديت لسنة نبيك في كلام بعض الشيء من الإدراجات. نعم. شخص من الرياض طاف طواف الإفاضة، الرياض زي مصر ما فيش مشكلة يعني زعلش، طاف طواف الإفاضة وأيام التشريق ورجع إلى مكة وأراد أن يذهب إلى الرياض ويرجع، أو أراد أن يذهب إلى المدينة ويرجع أو إلى مصر ويرجع، هل يطوف الوداع؟ نعم يطوف الوداع، نعم يلزم بطواف الوداع انه خرج حدود المواقيت كلها. نعم. لا هذه مسألة اخرى، اذا كان من الطائف او من الرياض او من المدينة وجاء الى مكة اخذ عمرة في اشهر الحج نوى بها عمرة التمتع، نوى بها عمرة التمتع ورجع الى بلده وجاء في أيام الحج للحج، هل يكون متمتعا؟ تلك مسألة خلاف، وله نياته لقول النبي إنما الأعمال بالنيات. بارك الله فيكم وإلى صلاة العشاء إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والبيك.